تعيش أسرة من محافظة ذمار بين الأمراض والفقر وصعوبة العيش، حيث تقطن الأسرة غرفة واحدة. تعرض غالبية من فيها لأمراض وتوفي منهم ولدان في ساعة واحدة. أسرة علي ثابت الجشاري من دمار، والتي كانت مكونة من 3 أبناء ذكور وفتاة. طرقت الأحزان بابهم منذ أعوام ولم تبارح، فقد ابتدأت بابنيهم اللذان توفيا فجأة في يوم واحد. ثم على إثر هذا الخبر المفاجئ أصيبت أختهم بفشل كلوي جراء سماعها لخبر موت أخويها الكبيرين، لتبدأ رحلة الشقاء معها لغسل الكلى عاما بعد الآخر. عيال الأولين وقع فيهم الأول سرع مثل ما هذا، والثاني وقع عنده الصمام حق القلب، فعلنا له عمليتين، وقضى الله أمره فيهم الحمد لله وشكر الله، توفوا في يوم واحد، هذا قبل الفجر وهذا صار يصلي فجر، في الركعة الثانية ما زد قام. افتجعت البنت وأنا مع الجحال والغل ما عيناها ولا زدت فكرت فيها. قمنا سعفناها على معبر، رقدناها في معبر الظهر 5 أيام أو مدري أسبوع. قالوا أنت داري إن ولادك بنتك حتى طلعتها في المستشفى صنعاء، ما جيب بنتك من دي ليش؟ قالوا قلت مهددة بالفشل. يا عيالي تعبي، هذا طارق علي ثابت الجشاري، ومعي هؤلاء توفوا قبل سنوات الاثنين، والبنت فيها فشل كذا 7 سنين، احنا نغسل وحالتنا حالات رحم الله. انا من علي ثابت الجشاري، اعاني من فشل كلوي 7 سنين بنغسل، واحتاج الى علاج، وانا بنغسل في مستشفى الثورة الاثنين والخميس، ومشتي علاجات، يعني علاجات ما بش، وقد فات جهازات 8 قصادر وسواها هذا 5 جهازات. وبعد المعاناة مع ابنتهم وبقائها تحت الغسيل الكلوي، تفاجأوا بإصابة آخر أبنائهم بنوبات صرع متتالية بعد أن كان سليما معافى، ليعاني مؤخرا من ضمور في الدماغ أقعده تماما وجعله عاجزا عن الحركة في ظل عجز والديه عن فعل شيء لأجلهم. جزاهم الله خير أهل البيت، يعني بيصبروا علينا ويقولوا عادي أنت ممرض، وأنا كودي أنا الآن عندي سكر وعندي ركبي مع بين أقدر أمشي، والضمار أنا وأمهم هذي ذلك بنضارب عليهم، أن داري يوم غسلني تسيري والبنت وأنا جس عند هذا، لو نفلته والله يخرج واحد عنا حد ربع ساعة نص ساعة ويقتلب، ما يرجع له ميت. ده الحين نحتاج أدوية، نحتاج عملية، ننسمع عملية لنقى فيها بدأ التجلد من هنا لا هنا. نناشد فاعلنا الخير النظر إلى هذه الأسرة بعين الرأفة والرحمة لمساعدتهم لشراء الأدوية، كما أن المنزل الذي عايشين فيه إيجار وعليهم تراكمات في الإيجار، فنناشد فاعلنا الخير النظر إلى هذه الأسرة بعين الرحمة والشفقة ومساعدتهم. مصائب تلو الأخرى، أبناء مرضى وأب عاجز عن العمل وإيجارات منزل متأخرة قد تصل إلى 1,000,000 وأكثر، وأشياء أخرى ابتليت بها هذه الأسرة التي تعد من أصعب الحالات التي رأيناها، فمن لهم بعد الله تعالى إلا قلوب رحيمة تمد لهم يد العون والمساعدة.